متابعة القاهرة مستمرة، السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 11 ضحية إضافة إلى 59 جريحا بينهم 8 من الحالات بحالة حرجة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أفاد إعلام إسرائيلي بأن الغارة استهدفت اجتماعا لقيادات هامة في حزب الله، وأن هدف الاغتيال في بيروت هو قائد وحدة العمليات الخاصة في الحزب إبراهيم عقيل. وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، اتهمت تل أبيب إبراهيم عقيل في نهاية العام الماضي بأنه يقود القتال الميداني ضد إسرائيل منذ بداية هذه الحرب. كما أكد الدفاع المدني اللبناني بأن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع محطة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية للبحث عن المفقودين إثر انهيار مبنيين سكنيين. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني طالبت المواطنين بإخلاء مواقع المباني المنهارة حفاظا على سلامتهم، ولتمكين عناصر الدفاع المدني من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والعثور على المفقودين تحت الأنقاض. اتصالا، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمدة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة سكنية مأهولة بالضاحية الجنوبية لبيروت يثبت بأن الاحتلال لا يقيم وزنا لأي اعتبارات قانونية أو أخلاقية. كان ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى نيويورك خلال اليومين القادمين لبحث التطورات التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة. كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بفتح الملاجئ في عدد من المدن وسط إسرائيل تحسبا لهجمات من حزب الله. وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى إطلاق 200 صاروخ منذ صباح اليوم من جنوب لبنان تجاه إسرائيل. من العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية سيدتي قواعد الاشتباك، كيف تقيم ضمن هذا الإطار وما طال الضحية الجنوبية لبيروت؟ الحديث يقول لبنان فيما يتعلق ببيروت في مقابل تل أبيب، هل ما زالت حسابات حزب الله ضمن هذا الإطار تختلف، أم أن القاعدة ستستند عما صرح به أمين عام حزب الله بالأمس؟ مساء الخير، التحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا شك أن قواعد الاشتباك في الأيام الثلاثة الأخيرة انقلبت رأسا على عقب، لأنها مرتبطة بشروط الحكومة الإسرائيلية التي تقول بشرطين أساسيين: فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وعودة 100,000 من سكان شمال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذا كان رده واضحا في خطاب أمين عام حزب الله أمس، حين قال أن لا عودة لسكان شمال إسرائيل، وأن ربط الجبهتين ما زال قائما حتى انتهاء الأعمال العسكرية في غزة. إذن قواعد تنظيم الاشتباك اليوم باستهدافات منذ ثلاثة أيام حتى اليوم لامست 3500 جريح، والهجوم السبراني إلى جانب الهجوم المباشر ل قائد فرقة الرضوان الذي حل مكان الذي خلف القائد شكر، يؤكد أن قواعد تنظيم الاشتباك تطورت أو انقلبت بانتظار أن يتم تعديلها أو ترتيبها بموجب معادلة دولية جديدة. المواجهة اليوم مستعرة، وهناك حالة من الاختراق الأمني، وإذا جاز التعبير يمكن القول أن اليوم شبكة الاتصالات مكشوفة. حزب الله بكافة صفوفه الأولى والثانية وقياداته الميدانية منكشف تماما، شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخليوية وحتى الهواتف الأرضية كلها مكشوفة. هناك نقطة ضعف في عملية الاتصال إلى جانب الجبهة الميدانية المشتعلة جنوبا. نعم، نحن في مرحلة جديدة، طويت المرحلة السابقة منذ ثلاثة أيام تاريخ الهجوم السبراني، واليوم صفحة جديدة. نعم، هذه الصفحة الجديدة سنعود إليها، أرجوك أن تبقي معنا إن تمكنت من ذلك. سنذهب إلى الضاحية الجنوبية من بيروت، مصطفى عبد الفتاح موفد القاهرة إلى هناك. مصطفى، اطلعنا على ما لديك. نعم، يعني هنا في شارع القائد حيث
كان الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. يعني كما ترون معي فإن سيارات الإسعاف الآن في هذه المنطقة تقف وتصطف في محاولة لإنقاذ كل المصابين. هناك عشرات من المصابين الذين تضرروا جراء هذا الحادث من استهداف تابع للطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلية. الآن قوات الدفاع المدني والتي فرضت طوقا كبيرا حول هذه المنطقة أو حول البناية السكنية، هذه البناية السكنية التي تقع في هذا الشارع ويقام حوله حول هذه المنطقة الآن طوقا أمنيا في إطار الحفاظ على سلامة المتواجدين وأيضا تسهيل مرور وعبور سيارات الإسعاف التي تصل إلى هذه المنطقة لنقل عشرات من المصابين في ظل أيضا سقوط يعني ربما حتى الآن 9 من الشهداء، وذلك وفقا للتقديرات التي أعطتها البيانات الرسمية هنا في الدولة اللبنانية. وما زال العمل مستمر أولا، وكما تحدثت مع عدد كبير من رجال الدفاع المدني فهم يتأكدوا أولا من عدم وجود أي مواد متفجرة في هذه الأثناء عقب هذه الحادثة، والتأكد من سلامة البيانات. وكما ترون معي فإن هذا الشارع ربما هو شارع ضيق وبه عديد من البنايات السكنية التي تكتظ بعديد من السكان والأهالي أهالي الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية مكتظة بأعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين. لذلك فأي استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الصبح واستهداف اليوم يحدث معه إصابات كثيرة بين صفوف المدنيين. فإذا ما كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد تصفية أو اغتيالات أي لأحد القيادات بحزب الله فإن ذلك غالبا ما يتبعه إصابات للمدنيين، وذلك نظرا لاستهداف شقق سكنية في بنايات معينة يتم تحميلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة والتي أصبحت الآن تكتظ بأعداد كبيرة من سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني الذين يحاولون في هذه الأثناء ومع كل وقت منذ بداية هذا الاستهداف الحصول على أكبر قدر ممكن من يعني التسهيلات اللازمة للوصول إلى المصابين. وحتى الآن يعني هناك أعداد من المصابين ما زالت تخرج من البناية السكنية التي تم استهدافها من قبل طائرات تابعة لحزب الله، وحسب التقديرات الأولية فإن الطائرات الحربية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت هذه البناية أو هذه الشقة تحديدا بصاروخين اثنين من طائرة لقوات الاحتلال. هذه الأمور التي تجرى الآن في هذه المنطقة، وهذه هي إحدى السيارات يعني المحملة بكميات كبيرة من المياه وهي تابعة للدفاع المدني في محاولة لإطفاء النيران التي لا تزال موجودة وإخماد سلة الدخان التي نشموها من هنا من هذا المكان تحديدا ونرى بسيط منها في هذه المنطقة. هذه هي كلها إجراءات تأمينية تقوم بها فرق الدفاع المدني بغرض أولا تأمين باقي البنايات السكنية والتأكد من عدم وجود أي متفجرات، وبحسب ما تحدثت مع أحد من رجال الدفاع المدني الذي قال بأن هذه الإجراءات هي للتأكد من سلامة باقي البنايات السكنية الأخرى وعدم وجود أي مواد متفجرة أو عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال جراء هذه الاستهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عشرات من المصابين الذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف التي وفرتها وزارة الصحة اللبنانية وهيئة الإسعاف وكل المؤسسات التي تعتني وتهتم بهذا الأمر تحديدا في إطار ما تتخذه الدولة اللبنانية من جهود مضنية في هذه الأثناء وهذه الأيام. ونحن في اليوم الرابع من التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت البداية بالعملية التي بدأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية استخباراتية سيبرانية، حيث نفذت هذه العملية من خلال استهداف آلاف من المدنيين وآلاف من اللبنانيين عندما قامت باستهداف أجهزة اللاسلكي وأجهزة النجاحات الآلية، وأدى ذلك إلى إصابة أكثر من 3000 لبناني سواء كانوا من التابعين لحزب الله أو من المدنيين. هناك مهندسين ومدنيين كثيرين وأطباء ورجال الإسعاف ورجال الحماية المدنية الذين هم أصيبوا جراء ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافات وفي إطار الحرب الإلكترونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال. وكان هذا في اليومين الأول والثاني، وفي يوم الأمس شاهدنا جميعا الغارات الكثيفة والهجمات الكثيفة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني بشكل كثيف. وهذا هو اليوم الرابع
الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد عسكري، ولكن في العمق اللبنانية وتحديدا في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم استهداف أحد القياديين لحزب الله من خلال استهداف شقة داخل بناية سكنية بالضاحية. وهذه هي الصورة التي تظهر رجال الإسعاف والدفاع المدني وهم يحاولون معا بكل الطرق وبكل الطرق أن يعني يعثروا على أي مصابين آخرين. وهنا سؤالي يا مصطفى، وهنا سؤالي، في الصورة التي تبث إلينا في وجودك في الضاحية الجنوبية في موقع الحادث، الإضاءة العكسية قد تحجب عنا بعضا من التفاصيل، صف لنا أين يقع المبنى وشكل الأضرار التي تعرض لها، وهل سقط بكامله أم أن الاستهداف نوعي في هذه الشقة التي كانت تقتضن هذا الاجتماع كما تقول إسرائيل؟ صف لنا. يعني الاستهداف كان لشقة في بناية سكنية، هذه الشقة تتواجد على بعد أقل من 20 متر من حيث تبث هذه الصورة الآن للقاهرة الإخبارية. هذه البناية السكنية والتي تم استهداف إحدى الشقق بها، قالت بعض الوسائل بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرادت استهداف عدد من القيادات الأمنية بحزب الله من خلال اجتماع تحدثوا بأنه كان هناك اجتماع في ذلك التوقيت، ولكن على أي حال فنحن نتحدث من أرض الواقع، وهذه هي الصورة الموجودة بالقرب من البناية السكنية التي تم استهداف إحدى الشقق السكنية بها، ونحن على بعد أقل من 20 متر من هذه المنطقة تحديدا. نتحدث عن كل هذه الإجراءات، وما زالت قوات الدفاع المدني والإسعاف يقومون بأعمالهم من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بخروج جميع المصابين وكذلك رجال الدفاع المدني الذين يحاولون تأمين البنايات السكنية الأخرى أيضا، وهذا هو الواجب الذي تعودنا عليه من خلال ما رأيناه خلال كل هذه الأزمات التي تمر بها الدولة اللبنانية. يعني زميلي تامر، هذه الأثناء يعني نرى من حيث البناية السكنية هناك بعض سيارات الإسعاف التي بدأت في التأهب للخروج من هذه المنطقة، وذلك بعد الوصول إلى عدد من المصابين. كل هذه الإجراءات التي تتخذ والتي قدرت أعداد المصابين حتى الآن بعشرات من المصابين، وهم تم نقل لهم من خلال سيارات الإسعاف، وما زالت تبقي الجهود تبذل حتى يستطيع رجال الإسعاف أن يوصلوا هذه الأعداد من المصابين إلى المستشفيات اللبنانية، سواء كانت الواقعة في نطاق الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت أو من المستشفيات الواقعة خارج نطاق الضاحية الجنوبية. هذه هي الصورة التي تتحدث الآن عن يعني رجال المطافئ والدفاع المدني وسيارات المطافئ التي تحاول وما زالت تعمل حتى الآن. هل ما زالت الحرائق مشتعلة في ذات المبنى؟ هنا في هذه المنطقة هناك بعض الأدخنة الموجودة في البناية والبناية المجاورة لها، ولكن الصورة يعني لا تستطيع الوصول تحديدا إلى هذه الصورة من حيث تصاعد بعض ألسنة من الدخان، وأن كانت في بعض الشيء قد هدأت وخفت حدتها مع مرور أكثر من 3 ساعات، ولكن على أي حال فإن العمل ما زال جاري هنا في شارع القائد بمنطقة الجاموس من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، سواء كان ذلك من خلال رجال الإسعاف والدفاع المدني. وإذا ما تحدثنا عن كل هذه الجهود المبذولة، فإن الدولة اللبنانية في ظل ما تعانيه من يعني أزمات عديدة داخلية وخارجية وأزمات اقتصادية، إلا أن القطاع الطبي في الدولة اللبنانية هو أكثر المتضررين حاليا وأكثر الذين يتعرضون لأعباء كثيرة، ربما هي الأكثر في تاريخ لبنان. ويعني من خلال الحديث مع أحد الأطباء بالأمس في إحدى المستشفيات قال بأن هذه الحوادث المتتالية فاقت الأعداد، والآن الأوضاع أصبحت أصعب مما شهدته لبنان أو مما شاهده لبنان من الناحية الطبية. تقصد بيروت القطاع الطبي في الدولة بالضبط، يعني من الناحية الطبية هذه الأعداد وهذه يعني إجراء العمليات وكم العمليات الموجود في المستشفيات. وزير الصحة اللبنانية الدكتور فراس الأبيض كان قد أعلن في تصريحات سابقة عن أن أعداد العمليات التي أجريت حتى الآن في المستشفيات اللبنانية بلغت أكثر من 990 عملية، وذلك في صورة تقدير بالأمس، وما بالك أن يكون هذا التقدير قد ارتفع في هذا اليوم، وسنرى هذه الأعداد وهذه العمليات كلها التي تمت خلال هذه الإصابات، بالإضافة أيضا إلى تأهب حوالي 100 مستشفى في الأراضي اللبنانية. كل هذه المستشفيات سواء الموجودة في العاصمة اللبنانية بيروت أو في البقاع الشرقي أو في المحافظات الشمالية من لبنان
أو المناطق الجنوبية التي تتعرض لقصف واعتداءات كثيرة في هذه الأيام، ومع بدء هذا التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كان لها أثرا سلبيا وعبئا كبيرا على المستشفيات والقطاع الطبي في الدولة اللبنانية. ولذلك فالعمل على قدم وساق، ومنذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد العسكري سواء كان من خلال الحرب الإلكترونية التي بدأت قوات الاحتلال في تنفيذها، أو التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني، أو ما نشهده الآن في اليوم الرابع من هذا التصعيد باستهداف لأحد القيادات في حزب الله، كل هذه الأمور يعني تلقي بأعباء كبيرة على القطاع الطبي الذي ما زال يقف صامدا ويحاول جاهدا الوقوف واستيعاب كل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. أدقق معك بعض المعلومات التي ذكرتها. البيانات السابقة تقول على 3 من الضحايا و17 جريحا، الآن أنت تتحدث يا مصطفى طبقا لآخر حصر عن 9 من الضحايا، هذا الرقم هو المعتمد رسميا من الحكومة اللبنانية؟ حتى الآن لم يتم الإعلان بالشكل الرسمي، ولكن الأجهزة الطبية المرافقة والتي ترفع هذه التقارير وهذه الأعداد والأرقام إلى وزارة الصحة ومن ثم غرفة العمليات هي التي قالت بأن أعداد الضحايا والشهداء وصلوا إلى هذا الرقم. وهناك أيضا أنباء تتحدث عن أن أعداد المصابين تجاوزت 60 مصاب، وهناك ترشح لأن تكون هذه الأعداد من المصابين في زيادة خلال الساعات القادمة. هذا هو مصطفى عبد الفتاح موفد القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لمصطفى إذ كنت معنا من هناك. ونبقى في بيروت مع الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتور، كنا نتحدث عن حدود قواعد الاشتباك، السؤال الذي يفرض نفسه متى سيرد حزب الله، وهل هو مجبر على الرد اتصالا بذلك الأمر، وهل إسرائيل تسعى إلى إجباره على الرد؟ كيف تقيم الموقف في إطار حالة التتابع والكثافة للعمليات العسكرية النوعية في إطار تنوعها التي تحاول أن تظهرها ابتداء بأن حزب الله ودائرته الأمنية في حالة اختراق واضحة، ثم حالة الاستهداف لعناصره التي قالت أيضا صحيفة معاريف وبالتبعية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن الرجل، والحديث عن إبراهيم عقيل، قد أصيب في حادث البيجر ثم دخل إلى المستشفى ثم خرج منها، وأن إسرائيل ترغب من هذه الرواية أن تقول بأنها تستهدف أو تتابع بدقة تحركات عناصر حزب الله داخل لبنان. كيف تقيم اتصالا بهذا المشهد المتناثر؟ نعم، حقيقة سيد الكريم تقييم حجم الرد لابد له من مستويين. المستوى الأول هو المستوى السياسي قبل المستوى الميداني العسكري الخطير، لأن الحل يبدأ في السياسة وفي الاحتكام أيضا إلى القرار الدولي، نظرا إلى كون هذه الحرب ليست حربا لبنانية محض، بل هي حرب إقليمية تدور رحاها على الحدود الجنوبية للبنان، وهناك أطراف دولية عدة تشارك وتراقب وتتدخل كوسيط أو كإطفائي أو كلاعب تسووي. اليوم على مستوى السياسة ينبغي الاحتكام للعقل والمنطق نظرا لحراجة الوضع، ونظرا إلى أن حزب الله لا يريد النزول عن الشجرة كما يقال في لبنان، وهو مستمر في المواجهة، وهذا ما أكدت عليه كلمة أمين عام حزب الله بالأمس حين قال أننا مستمرون رغم أن هذه العملية مؤلمة ونوعية وغير مسبوقة، ولكن المواجهة مستمرة حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة، وسنمنع عودة سكان قطاع المستوطنات شمال إسرائيل. إذن على المستوى السياسي ينبغي العودة إلى القرار 1701 المستوحى من اتفاق الهدنة عام 49، وهو ما أشار إليه وزير خارجية لبنان حين قال تلميحا أو تصريحا أنه ينبغي الاحتكام إلى القرارات الدولية، وربما إقرار قرار جديد يفوق القرار 1701 الذي ينظم الهدنة على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى جانب الحشود الدولية اليوم والدبلوماسية في العواصم الأوروبية في باريس وفي نيويورك في مجلس الأمن الدولي. إذن هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى العسكري والميداني فهناك رغبة في رفع مستوى التصعيد، وهذا بدأ واضحا في الأيام الأربعة الأخيرة. المواجهة العسكرية انتقلت من مستوى إلى مستوى أعلى، ولكن يبقى السؤال هل هناك نية وقرار حاسم
حاسم بتحويلها إلى حرب شاملة؟ حتى الساعة لا يمكن إعطاء جواب واضح بذلك، لسبب أن هذه المواجهة والحرب مفتوحة منذ قرابة العام. لو كانت إسرائيل تريد أن تدخل برا لكانت دخلت طوال 12 شهرا. وأيضا من جانب حزب الله، هذه الحرب مضى عليها قرابة العام. لو كان يريد أن يقوم بقصف كريش أو بقصف العمق الإسرائيلي تل أبيب وحيفا وعكا وغيرها بالعمق الذي هدد به، باستثناءات طبعا حين حادثة اغتيال القائد شكر، لكان أيضا أقدم على ذلك. فإذا هناك فيتو إيراني وهناك فيتو أمريكي يمنع توسعة الرقعة الجغرافية للصراع. بذكر أمريكا هنا دكتور زينة، بذكر أمريكا تصريح عاجل أو اقتبس عاجلا، قيل بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول بأنه يرغب في عودة سكان الشمال من إسرائيل والجنوب من لبنان، صرح هذا التصريح لتوه اتصالا بحادثة الضاحية الجنوبية. ماذا يفيد ذلك في كفة ميزان التحليل إن أردنا ذلك؟ على المستوى السياسي وعلى مستوى الأقنية الدبلوماسية التي تم حشدها اليوم، هي تعني أنه يرمي نوعا من حبل التفاوض من أجل أن يقول أن عملية وقف هذه الحرب تبدأ بعودة سكان شمال إسرائيل. هو تلقى جوابا بالأمس من أمين عام حزب الله، ولكن بعد تصاعد وتيرة المواجهات ووصولها إلى القائد الميداني لفرقة الرضوان الخاصة وهي فرقة النخبة في حزب الله، قد يكون هناك عبر أقنية دبلوماسية فرنسية ألمانية أمريكية جوابا آخر. هذا ما لا نعلمه، لكن الجواب الذي صرح به بالأمس أمين عام حزب الله كان واضحا، الاستمرار بربط الحربين، حرب جنوب لبنان وحرب غزة، والاستمرار بمنع عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل. إذن نحن اليوم أمام اللاءات، هذه اللاءات تؤدي إلى حروب، تؤدي إلى كوارث، وفعلا الوضع في لبنان كارثي. والوضع اليوم على حزب الله تبين أنه مكشوف أمنيا، هناك فجوة أمنية، هناك فيتو إيراني وفيتو أمريكي، برغم أن الطرفان الإيرانيون والأمريكيون يجلسون وجها لوجه على طاولة المفاوضات في سلطنة عمان في مسقط. هناك فجوة أمنية وهناك حشد دولي ومناشدات دولية للعودة إلى القرار 1701 أو إقرار قرار جديد. إذن اليوم لابد من فرصة سياسية لإنقاذ هذا الوضع، لأن ترك هذا الوضع يتدحرج ميدانيا على الجبهتين سيؤدي إلى انفجاره، والأطراف الدولية غير راغبة بذلك، لا على مستوى الشرق الأوسط ولا على المستوى الأوروبي والأمريكي. ولا ننسى أن هذه الحرب وإن كانت تدور رحاها في لبنان، ولكن هناك أطراف دولية بشكل مباشر أو غير مباشر لها كلمتها، هناك الصين وروسيا والطرف الأمريكي والأوروبي والأطراف العربية. إذن لابد من مبادرة لحقن الدماء ولوقف هذه الحرب. نعم القرار الإيراني قد يكون مستفيد من استمرارها بعيدا عن أراضيه، ولكن الساحة اللبنانية ليس بقدرتها احتمال هذا النوع من التصعيد. فرصة سياسية مطلوبة، لأن ترك الأمور تتدحرج سيؤدي إلى أن تسوء الأمور أكثر فأكثر يوما بعد يوم. إذن هذه هي الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية، شكرا لك إذ كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا على قبول دعوتنا. إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت للتو وستعمل على تغيير الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نتنياهو سيؤجل رحلته إلى نيويورك بسبب هجمات حزب الله. وكشف مسؤول في مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء سوف يسافر إلى الولايات المتحدة يوم 25 سبتمبر بدلا من 24 من ذات الشهر بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل. اتصالا سيكون معنا من القدس المحتلة دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة، ماذا لديك بشأن هذا التصريح وأين قاله؟ نعم نتحدث أن هنالك العديد من هذه التصريحات وهذه التعقيبات، ولربما كل تصريحات نتنياهو مشابهة متكررة، وخاصة بعد 7 أكتوبر. وعندما نقول عن هذه التصريحات كان قد ذكرها خلال جلسات ومشاورات أمنية مختلفة كانت تعقد في داخل الكرياه في مجمع وزارة الأمن الدفاع الأركان الإسرائيلية، وخاصة بعد إعلان إعادة سكان الشمال
إلى المستوطنات عند الحدود الشمالية، هدفا رابعا من أهداف الحرب التي حددها بنيامين نتنياهو. وأمس كان له خطاب مقتضب يتجاوز الثواني 10، كان قد تحدث فيها بأنه قال ووعد الإسرائيليين بأنه سيعيد سكان المستوطنات الشمالية، وهذا ما يعمل عليه. ولربما هذا التصريح يشابه كثيرا ما تحدث به الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال وأكد بأن جيش الاحتلال والمنظومة السياسية ملتزمة بالعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، وبأنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، ويطالب المواطنين أي الإسرائيليين باليقظة. وأكد رغم كل هذه الغارات، رغم هذا العدوان المتواصل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل من أجل تصعيد شامل وواسع في المنطقة، بل لتحقيق أهداف الحرب التي كنت ذكرتها بأنها أصبحت 4 أهداف، 3 منها مقترنة في قطاع غزة، والهدف الرابع مقترن في الجبهة الشمالية. لذلك قال وجمع أن العملية العسكرية اليوم، أي الغارة التي استهدفت طائر قوات الرضوان لدى حزب الله، هي جزء من خطة تحقيق أهداف الحرب. وهذا أيضا يتماهى مع ما أكده رسميا وتبناه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه نفذ هذه الغارة للقضاء على عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله، ومعه سلسلة من قيادة الرضوان، وأنهم هم الذين خططوا لتنفيذ عملية هجومية لاحتلال الجليل، وبأنهم كانوا يجتمعون داخل كما ذكر اجتماع، أو كان الاجتماع الذي يدار من قبل قادة حزب الله، كان تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان يضم 10 من قادة وحدة الرضوان. وهذا ما أكده أيضا أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن كان هنالك عملية اغتيال لكافة قيادات وحدة الرضوان في الغارة، ويقدر عددهم بنحو 20. تامر، إن سمحت لي أيضا في تفاصيل هذه العملية، كان هنالك بيان مقتضب. عادة تلتزم إسرائيل الرسمية وحتى العسكرية الصمت في عمليات الاغتيال أو في العمليات التي لا تود نسبتها إليها، وخاصة عندما تحدثنا عن اغتيال إسماعيل هنية في إيران، تحدثنا عن تنفيذ عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية على مرحلتين في الضاحية الجنوبية في بيروت وفي مختلف المناطق في الجنوب اللبناني. ولكن هذه المرة هنالك استباق وتسابق من قبل المنظومة السياسية والعسكرية للتغني في هذا الإنجاز العسكري. البيان الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول فيه بأن كان هنالك توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية قضت من خلال هذه الغارات على المدعو إبراهيم عقيل، وبأنه تم القضاء على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات، وكان هنالك كيل من الاتهامات التي تروج إليها آلة الإعلام الإسرائيلية في جميع وسائل الإعلام، سواء المقروءة المكتوبة أو المسموعة عن عقيل، والتي تقول بأنهم كانوا يخططوا لاقتحام الجليل، وكانت تهدف هذه الخطة إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين إسرائيليين على حد تعبيرهم، بشكل مشابه لما نفذت حركة حماس في 7 أكتوبر. أي أنهم يبررون هذه الغارة بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن كان من المتوقع أن يكون هنالك دخول بري من قبل هؤلاء القادة لتنفيذ عملية اغتيال أو قتل للمستوطنين في منطقة الجليل. وأيضا كان هنالك خلفية عن عمل عقيل في منظومة حزب الله، وقالوا بأنه كان منذ العام 2004 يعمل مسؤولا عن منظومة العمليات لحزب الله، المسؤولة عن أنشطة قوات حزب الله في مجالات الصواريخ المضادة للدروع، العبوات الناسفة والدفاع الجوي، وكذلك مجالات عسكرية أخرى، وهو قائد قوة النخبة أي الرضوان، وأنه روج لتنفيذ عمليات ومخططات ضد القوات الإسرائيلية. كما قالوا بأن عقيل كان مسؤولا عن عملية إطلاق القذيفة المضادة للدروع نحو موقع أفيفيم في العام 2019، وكذلك الحال كان هنالك عملية في مفرق مجدو في عام 2023، وكان متهم بتخطيط الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت عام 83، ويعتبر مطلوبا ليس فقط للإسرائيليين بل للولايات المتحدة الأمريكية التي عرضت
ملايين الدولارات على من يقدم أي معلومات ستؤدي إلى تصفيته على حد تعبيره. وانتهى هذا البيان بأن جيش الاحتلال سيواصل العمل لتجريد قدرات حزب الله وضربها والعمل من كل الجبهات لحماية مواطني إسرائيل، على الرغم من أن جيش الاحتلال قال بأنه لا تغييرات على تعليمات الصادرة من الجبهة الداخلية، ولكن الآن نتحدث أن هنالك تعليمات جديدة صادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض المستوطنات القريبة من المناطق الحدود الشمالية بضرورة البقاء في المناطق الآمنة المحمية والبقاء بالقرب من الملاجئ. هذا خبر عاجل آخر على لسان رئيس الأركان هليفي، يقول بأن قادة حزب الله الذين اغتلناهم اليوم كانوا يخططون للسابع من أكتوبر جديد على الحدود الشمالية منذ سنوات، وبأن هذا ما حاولت إسرائيل إحباطه، وهذا تأكيدا على هذه البيانات المفصلة التي ذكرناها قبل. نعم يا دنا. دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة، شكرا لك، إذ كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. نذهب معا إلى بيروت مع وزير الخارجية اللبنانية السابق فارس بويز. سيدي الوزير، أهلا بك على شاشة القاهرة. في ظنك لماذا هذا التصعيد؟ لماذا أنكرت إسرائيل أو اختفت في تصريحاتها عما جرى في العمليتين السابقتين أجهزة النداء الآلي، ثم تحدثت بفخر عن عملية الضاحية الجنوبية، رغم أن الضاحية الجنوبية في ذاتها ضمن محددات وثوابت حزب الله في أنه إذا تم استهدافها من قبل إسرائيل ستستهدف تل أبيب. هل لك أن تفكك لنا طلاسم هذه الأفعال ضمن هذا السيناريو وهذه المشاهد على مدى الأيام الأربع الماضية؟ الجواب واضح جدا ويختصر بفكرة واحدة، وهي أن نتنياهو يسعى بكل الوسائل وبكل الطرق إلى نسب المباحثات الأمريكية الإيرانية. إنه يخشى بأن يقوم بايدن قبل نهاية ولايته بتفاهم مع طهران يجنب الولايات المتحدة الحرب المباشرة مع طهران، وهو يسعى إلى التصعيد بكل الوسائل. فبعدما انتهت تقريبا قضية غزة انتقل إلى الضفة الغربية، وبعدما انتقل إلى الضفة الغربية ينتقل إلى جنوب لبنان. فهو يعتبر بأن أي تسوية قد تحصل بين أمريكا وإسرائيل هي مضرة لمصالحه. هو يريد حرب مباشرة أمريكية إيرانية، وأي تسوية يعتبرها يعني خسارة له. إضافة إلى ذلك يعتبر توسيع الحرب يؤمن له، يعتبر أن توسيع الحرب يؤمن له البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية ويعفيه من الملاحقات القضائية أو يؤجلها على الأقل. فبكل هذه الاعتبارات الموضوع ليس موضوع يعني لا لبنان ولا حزب الله، الموضوع هو صراع خفي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. بايدن يريد حل سلمي أو تسوية مع طهران، فيما نتنياهو يريد أن يتجنب هذا الأمر. حل سلمي مع طهران كما ذكرت بخصوص لبنان وخصوص ما يدور من عمليات متوقعة أم بشأن ماذا؟ لا حل سلمي شامل، بمعنى أن ترخي الولايات المتحدة مليارات الدولارات المحتجزة لإيران وتخفف من العقوبات المتخذة، مقابل أن تقوم إيران بحصر أو بضبط أو بتخفيض دعمها لحزب الله وللحوثيين وفي العراق وفي اليمن. معنى ذلك إن نجحت هذه التسوية تترك إيران حزب الله لإسرائيل وجها لوجه؟ لا تترك إيران حزب الله لإسرائيل وجه لوجه، ولكن إن نجحت هذه الصفقة تتعهد إيران بما لها من يعني من نفوذ ومن سلطة بأن تخفض وتضمن فعلا عدم انفلاج أذرعتها في المنطقة. كلامك يؤشر على أمر،
سأطرحه ولك التعقيب بنفيه أو تأكيده سيد الوزير. معنى ذلك أنه في حال أن نجحت هذه الاتفاقية التي أشرت إليها بين الولايات المتحدة وبين إيران أو ذهبت إلى مسارات أبعد، معنى ذلك أن إسرائيل ستستمر في عمليات التصعيد وحزب الله لن يقوم بالرد على ذلك انتظارا لنتائج هذه المحادثات. هل هذا الطرح دقيق؟ حزب الله نوعا ما مقيد إيرانيا، فهو أولا إيرانيا وداخليا لبنانيا، فهو من جهة لا يريد أن يعرقل هذه المباحثات بما بهذه المباحثات من أهمية لطهران، ومن جهة ثانية لا يريد أن يتحمل مسؤولية الحرب الشاملة التي ستضر حتما وتلحق الضرر الكبير في لبنان، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان. فمن هنا حتى الآن إن حزب الله قد قام بعملية ضبط النفس، بعملية فعلا الرد الضروري، ولم يقم بالمواجهة الشاملة. هلا ما يحصل الآن أنا بعتبره تخطي يعني نهائي للخطوط الحمر. لماذا سيدي حادثة فؤاد شكر قد تتشابه مع إبراهيم عقيل؟ ما الفارق ما بين الحادثتين وفكرة الانتهاك للخطوط الحمر؟ لا، الفارق الوحيد هو السؤال الذي سيطرح، وهو إلى أي مدى حزب الله الذي كما أيضا له حسابات يعني وطنية وداخلية وشعبية لأنه حزب سياسي أيضا، يستطيع أن فعلا يمتثل لهذه الضوابط أو لهذه الحسابات. فإنني أخشى أن نكون قد وصلنا الآن إلى يعني نهاية الطريق، أي أخشى بأن يعني قدرات حزب الله بضبط النفس قد تكون على وشك ربما الانتهاء، وأن العملية ستنفلش أو يعني تتوسع. لماذا؟ هل بسبب حالة الانتهاك أو حالة الدعاية الخفية التي مارستها إسرائيل من خلال عملية أجهزة النداء الآلي وتتابعات هذه العملية؟ فكرة الاختراق، الرسالة التي ترغب في تسمح لي أن أكمل هذا السؤال وسأترك لك المجال كاملا سيد الوزير. هل معنى ذلك أن مفهوم الإهانة التي تحاول إسرائيل في رسالتها بأنها تشير بأنها تخترق كل مسارات تعاملات حزب الله الأمنية السرية وأنها ترصد ما يفكر به، هل هذا هو الضاغط الوحيد على حزب الله في هذا المسار، وهو الذي خشيت منه بأن ينفلت الأمر وأن حزب الله لا يستطيع أن يضبط أموره وبالتبعية يقوم بالرد على ما تقوم به إسرائيل فتنفتح الجبهة؟ حزب الله كما قلت لديه حسابات داخلية ولديه حسابات إيرانية كونه حليف إيران، ويحاول الالتزام بهذه الحسابات وبأن لا يكون هو السبب في عملية توسيع الحرب أو انتشار الحرب. أما إسرائيل فهي تقوم بإحراجه يوما بعد يوم بضربات يعني جدية وبضربات قوية، وهي تقوم بدفعه إلى تجاوز صبره وإلى الدخول في هذه الحرب التي ستعطي لإسرائيل الذريعة بضرورة التصادم الأمريكي الإيراني، لأن إسرائيل تعتبر إن دخل الحزب في عملية حرب واسعة عبر إطلاق كمية من الصواريخ الكبيرة الموجهة، تعتبر بأن الولايات المتحدة ستضطر للدخول إلى جانبه، وعندئذ قد تقوم إيران بضرب المصالح الأمريكية في الخليج العربي، القواعد و مضيق هرمز وباب المندب وغير ذلك، وعندئذ سنكون أمام نوع من أزمة اقتصادية نفطية وعسكرية كبيرة جدا، وهذا ما تريده إسرائيل، بمعنى أنها تريد أن تلغي المشروع النووي الإيراني، هذا هو مطلبها. لا تكتفي إسرائيل بهذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي شأنها تخفيض فقط حجم أزرعة إيران في المنطقة، إنها تريد صداما مباشرة، حربا مباشرة لا تستطيع هي أن تقومها
بوجه إيران تريد زج الولايات المتحدة في هذه الحرب. فيما الرئيس بايدن يحاول أن ينهي ولايته دون هذه الحرب ويحاول أن يرجح كفة التفاهم ولو الجزئي حيال هذا الموضوع. نعم. من العاصمة اللبنانية بيروت السيد وزير الخارجية اللبنانية السابق فارس بويز، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا على شاشة القاهرة. نبقى في بيروت مع الدكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. سيدتي أهلا بك. إسرائيل تقول بأن من ضمن أهدافها حتى وإن سربت صحفيا داخل إسرائيل بأن الذهاب بحزب الله خلف نهر الليطاني والخروج من هضبة الجولان السورية، ولكن ليست المحتلة، الجولان التي تحتفظ بها سوريا في إطار تواجد حزب الله من ضمن مستهدفات إسرائيل. هل تظن اتصالا بهذا المشهد وهذه العمليات حتى وإن ظلت في إطار المحدودية قادرة إسرائيل على تنفيذ ذلك؟ تحية لك ولجميع المشاهدين. طبعا أثبتت إسرائيل أنها قادرة على الوصول إلى أي قيادي مهما على شأنه ومهما كانت الإجراءات مشددة، سواء استخباراتيا أو تكنولوجيا أو الاتصالات أو يعني حتى الوسائل التقليدية، تمكنت إسرائيل من خلالها للوصول إلى أكثر من 3000 عنصر لحزب الله، وهذا يعني بالتالي النتيجة التي اعترف بها أيضا حزب الله وليس معارضي حزب الله، واعترف بها أمين عام حزب الله بالأمس أن هنالك ضربة أمنية كبيرة مني بها حزب الله الآن، وهنالك بطبيعة الحال حتمية لتغيير العمليات وللقبول ربما بالوضع الجديد الذي تفرضه إسرائيل، لأن حزب الله لم يكن طبعا يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وكان فقط يريد أن يستنزف إسرائيل وأن تبقى جبهة المساندة بالتوازي مع حرب غزة، ولكن انقلبت الأمور رأسا على عقب وباتت الآن الدفة بيد إسرائيل، هي من تحدد شكل المواجهة، هي من تحدد كيف يعني تسير كل الأمور، كيف تتحرك القوى، كيف أيضا القوى الداعمة لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية باتت الآن يعني تحت أمرة إسرائيل، وبالتالي هذا يفرض اليوم معادلة جديدة، منعطف خطير جدا، حرب وأشبه بإعلان الحرب التي لم تعد بعيدة أبدا بعد هذا الاستهداف الذي لم يقتصر فقط على قائد قوة أردوان إبراهيم عقيل وقادة آخرين، إنما استهدف مدنيين. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد توجيه رسالة لحزب الله بأنها قادرة أيضا على استهداف المدنيين دون أن يستدعي ذلك ردا كبيرا من قبل حزب الله، وهذا ما حصل الآن في الضاحية الجنوبية، يعني أغلب الشهداء هم من الأطفال. كان يمكن لإسرائيل التي تعلم أين هو مكان عقيل أن تستهدفه فقط من خلال الغارات التي طبعا ويعني الغارات الدقيقة التي تستعملها من أجل الوصول فقط إلى العناصر، لكنها لم تفعل هذا الأمر الآن، ما يعني أنها فعلا تريد استهداف المدنيين، وكأنها تعلم مسبقا بأن هذا الأمر لن يستدعي رد من قبل حزب الله واستهداف مدنيين إسرائيل. وهنا قدرة حزب الله على ضبط النفس كيف تريها؟ أعتقد أن ضبط النفس أو الصبر الاستراتيجي الذي يمارسه حزب الله لم يؤدي إلى نتائج إيجابية، أو لم يؤدي يعني إلى ما يشتهيه حزب الله منذ بداية الثامن من أكتوبر، وهو أن يستنزف الجيش الإسرائيلي، لأننا رأينا قدرات عسكرية متفوقة جدا بل استخباراتية وأمنية وتكنولوجية، وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه سيفرض على حزب الله اليوم نوع جديد من الرد، وهو ما سيخدم نتنياهو. بالأمس قال أمين عام حزب الله أن الدخول البري لإسرائيل إلى الجنوب هو فرصة تاريخية لحزب الله، ولكن أعتقد أيضا أنها ستكون فرصة تاريخية لإسرائيل التي يبدو أنها اليوم وهي تحارب حرب وجودية، وهي أطول الحروب التي تحاربها، والتي كان طبعا يعتقد حزب الله أن نفس إسرائيل في هذه الحرب لن يكون طويلا إلى هذه الدرجة،
نحن يعني سنقفل العام الأول ونبدأ بالثاني ربما، وبالتالي هي حرب وجودية ستمارس فيها إسرائيل كل الوسائل من أجل تحقيق أهدافها. والأكثر من ذلك أن الخلافات التي كان يعول عليها حزب الله في الداخل الإسرائيلي سواء بين المستوى الشعبي أو السياسي أو العسكري يبدو أنها تلاشت، والمقاربة الإسرائيلية تجاه حزب الله وتجاه الخطر الآتي من حزب الله بدأ يتغير. يعني كانت جبهة لبنان خارج الحسابات وخارج الرادار الإسرائيلي منذ العام 2006 أكبر حرب حصلت بين إسرائيل ولبنان، لكن الآن هذه المقاربة تغيرت بشكل كلي وبتنا نشهد ضغط سياسي إن كان من قبل اليمين أو اليسار أو الوسط وحتى من الجانب الشعبي، ضغط على نتنياهو وحكومته من أجل شن هذه الحرب على حزب الله من أجل عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر في الجبهة الشمالية. دكتور إيمان، سؤالي الأخير باعثه ما تحدثت بشأنه في معرض حديثك عن التأثير الذي أحدثته عملية أجهزة النداء الآلي والتفوق المخابراتي الذي سعت إسرائيل إلى ترويجه في عملية بيروت الأخيرة، في ظنك تأثير هذه العملية على النفسية في لبنان ومحاولة إسرائيل ترويج السطوة الأمنية واختراق الدوائر الأمنية القريبة والضيقة لحزب الله، كيف أثرت وكيف رصدت في تقييمك؟ بطبيعة الحال هي إذا تحدثنا عن الأثر النفسي على المستوى الشعبي فإنك لا تمر اليوم بشارع أو بمحل أو بدكان أو بأي مكان إلا حتى يعني الأطفال ربما الصغار يتحدثون عن الخوف من الهواتف ومن البطاريات ومن الأجهزة ومن كل أمر ممكن أن يعني ينفجر. إلى هذا الحد استطاعت إسرائيل اليوم أن تمارس حرب نفسية كبيرة جدا على الشعب اللبناني. ولكن إذا تحدثنا أيضا عن معنويات مقاتلي حزب الله فهي أيضا يبدو أنها انهارت، لأن هؤلاء لم يكونوا على تماس مع الجبهة أو القتال، إنما هم تنظيميين يطلب منهم طبعا القيام بشؤون تنظيمية إدارية تسهيل العمليات المتصلة بالمعركة. وبالتالي ولو أننا استمعنا إلى بعض هؤلاء هم لديهم عزيمة وما إلى ذلك، ولكن المشهد كان فعلا يعني يشير إلى أن المعنويات أحبطت، وكان نصر الله بالأمس يحاول قدر المستطاع أن يعني يبدي تضامنه ومؤازرته لهؤلاء، ولكن الواضح أن البيئة اليوم تريد فعلا أن يكون الرد متناسب مع حجم هذا الاختراق وهذه الحرب السبرانية الغير مسبوقة، ولكن لا أعتقد أن الرد سيكون كبير جدا، لأن إيران لا تريد خسارة حزب الله إلا إذا اضطرت فعلا من أجل أن تحفظ كرامة الحزب ومن أجل طبعا يعني أن تضحي بورقة من أوراقها بناء على مصلحتها مع واشنطن ومصلحتها في الشرق الأوسط. على أي حال الساعات المقبلة ستظهر يعني ما إذا كان فعلا حزب الله سيتريث كالعادة أو أنه سيلجأ إلى سيستدرج من قبل إسرائيل ويقوم بالرد. هذه الدكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية إذ كانت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك سيدتي على قبول دعوتنا. استهدفت إسرائيل في القصف الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت القيادي البارز في الحزب إبراهيم عقيل، ويعد عقيل الرجل الثاني في الحزب بعد اغتيال تل أبيب لسابقه فؤاد شكر.
نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات على لبنان استهدفت فيها بشكل خاص قيادات حزب الله خصوصا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت إسرائيل باغتيال عناصر بارزة في الحزب مما ساهم في تصعيد المواجهات بين الجانبين. هذا ويعود تاريخ المواجهات بين حزب الله وبين إسرائيل في إلى أوائل الثمانينيات. على مدار سنوات استهدفت إسرائيل عددا من أبرز القيادات في حزب الله اللبناني، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في خارج الأراضي اللبنانية.
إذن ونعود إلى مصطفى عبد الفتاح بالضاحية الجنوبية موفد القاهرة إلى هناك. مصطفى، إطلعنا على مشاهداتك الأخيرة اتصالا بهذه الصورة من هذه النقطة. يعني نبدأ بمستجدات الأحداث هنا، حيث وقع الاستهداف بشارع القائد بمنطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ارتفعت أعداد الضحايا إلى 12 حالة من الشهداء، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية وأيضا هيئة الإسعاف من خلال الحديث معهم وحصر جميع الشهداء حتى الآن، وأيضا أعداد المصابين التي تجاوزت حتى الآن أكثر من 65 حالة من الإصابات هنا في هذه المنطقة، فيما ما زالت تقوم قوات الدفاع المدني والإسعاف أيضا، أولا يعني قوات رجال الإسعاف الذين ما زالوا حتى هذه اللحظات يقومون بمحاولة البحث عن مفقودين مع رجال الدفاع المدني. وحسبما تحدثت مع أحد من رجال الدفاع المدني بأن هناك بعض المفقودين ما زالوا حتى الآن تحاول جهود قوات الدفاع المدني مع الإسعاف الوصول لهذه الأعداد من المصابين، خاصة في هذه البناية التي استهدفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطيران الحربي باستهداف إحدى الشقق في إحدى البنايات السكنية بشارع القائد في الضاحية الجنوبية من بيروت. نتحدث عن كل هذه الجهود، وكنا رصدنا في الخدمة الإخبارية السابقة ما تقوم به قوات الدفاع المدني من محاولة للعثور على المفقودين، وأيضا محاولة تأمين كل هذه المنطقة والبنايات السكنية الموجودة بها، إذا ما كانت هناك أي يعني ألسنة من الدخان تنتج عنها بعض الحرائق عقب هذا الاستهداف. وهذا هو ما تتبعه دائما قوات الدفاع المدني من إخماد النيران، إخماد الدخان الموجود وتبريد المناطق التي تعرضت لهذا القصف، وبحسب يعني وسائل الإعلام والتقديرات الأولية التي قالت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي التابع لها أصاب هذه الشقة بصاروخين اثنين من إحدى الطائرات التابعة لقوات الاحتلال، لذلك فالمجهودات التي ما زالت تبذل حتى الآن في هذه الأثناء هي بهدف الوصول إلى باقي المفقودين ونقل المصابين الذين لا زالوا لم يخرجوا من هذا المكان عبر سيارات الإسعاف ويتوجهوا إلى المستشفيات الواقعة في الضاحية الجنوبية أو خارج الضاحية الجنوبية، والتي بدأت في استقبال عشرات من هؤلاء المصابين. نعم، هذا هو مصطفى عبد الفتاح موفد القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، كان معنا من الضاحية الجنوبية حيث موقع هذا الحدث. باقونا في المتابعة. جمال عنايت ينضم إلى النافذة الإخبارية بعد قليل. إلى هذا الحين وأبدا نستودعكم الله. سلام الله عليكم.